الطفل عنده احتياج غريزي، احتياج أساسي، إن الأب والأم يهتموا بيه، إن هما بيتكلموا معاه، بيلعبوا معاه، واخدين بالهم منه. الولد أو البنت لو اكتشف إن الاهتمام ده مش موجود بشكل إيجابي بياخده بشكل سلبي. يعني أنت ما قعدتش معاه النهاردة، فيبدأ يضرب في أخوه أو يكسر في حاجة، فأنت تبدأ تروح له وتزعق فيه، وبعد كده يقعد يقولك انا ما عملتش، تقول له لا عملت، طب انا مش عارف ايه، وتحصل خناقه وتقعد ربع ساعه. اللي وجدوه ان هو الطفل باللي حصل، بالموقف اللي حصل، هو خد اهتمام الاب والام، وان كان الاهتمام سلبي، لان هو ما يقدرش يعيش من غير الاهتمام ده.